نظمت مبادرة بصمة طبيب التطوعية حملة توعوية عن فيروس كورونا بمديريتي المنصورة والشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن. ومن المقرر أن تشمل الحملة جميع مديريات محافظة عدن، وتستهدف الشوارع الرئيسية والجولات والتجمعات السكانية ومحلات الصرافة، ويتم فيها التوعية بوباء كورونا المستجد وسبل الحد من انتشاره والوقاية منه. الحملة اليوم تم تشينها هنا ابتداء من الشيخ ثم المنصورة، اللي هي تهدف إلى نشر ثقافة الوعي وأهمية الالتزام بالالتزام في القعود في البيت، وكذلك لتجنب انتشار العدوى. طبعا كان الاستهداف لمحلات الصرافة والمحلات والناس اللي هم أكثر عرضة لأنهم يكونوا مستقبلين لهذا الفيروس. طبعا قمنا بتوزيع الكمامات وكذلك بتوزيع الجلافز لتوعية الناس مخاطر هذا الفيروس وتعليمهم إرشادات مهمة